تحية للضيف الكريم أستاذ فتحي غرات. طبعا في البداية نهنئه بالخروج من السجن والعاقبة لجميع المساجين السياسيين، مساجين الرأي. كما تفضلت بالنسبة للدول يعني الحرة التي لا تكون فيها المؤسسات هي السيدة، تكون فيها السلطة للشعب، يعني تكون فيها العدالة المستقلة، الصحافة الحرة، المجتمع المدني الحر، المجتمع السياسي يمارس يعني حقوقه، يمارس السلطة بتاعه، يعني سلطة النقد وسلطة الاقتراح وسلطة المراقبة وما إلى ذلك من السلطات المشروعة. يعني هذا هو الوضع الطبيعي، ولكن في الجزائر النظام منذ 62 لا يقبل الرأي الآخر، لا يقبل الرأي المخالف، فهو إذا خالفته الرأي يجرمك حتى لو عبرت عن رأيك في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. بمعنى أستاذ كمال هتيف معنا المشاهد، ليس من حق النظام أن يمن على فتحي غراس بأن أخرجه من السجن، فمن حقه أن يكون خارج أسوار السجن طالما هو عنده حزب معتمد، من حقه أن يصرح، من حقه أن ينتقد، من حقه أن يجتمع بمن يريد، من حقه أن يقوم بالسياسة طبعا في إطار سلمي. أما أن يرمى في السجن ربما لسنة ربما لشهور ثم يطلق سراحه، وتأتي بعض الأطراف المحسوبة على السلطة بأنه ها هو النظام قد أطلق سراح فتحي وأنتم أقمتم الدنيا ولم تقعدوها، أنه هو النظام مستبد وديكتاتوري ويصادر الحريات والحقوق، فماذا يمكن أن نرد على هؤلاء؟ طبعا هذا هو الأصل كما تفضلت أستاذ عثمان، ولكن كما يقول المثل أن هذه الأنظمة الاستبدادية يعني هذا الذي يسرق خبزك ثم يعطيك منه قطعة، يعني يعطيك منه قطعة فيعتبر بذلك أنه قد من عليك، يعني هو في الحقيقة يسرقك ولكن لما يعطيك جزء يعني بسيط يرجع لك من هذا الشيء المسروق. طبعا الأبواق تاع السلطة تهلل وتطبل على أنه يعني قدم مزية يعني كبيرة لهذا. في الأصل يعني في الشعب الجزائري حارب الاستعمار من أجل أن تكون له الحرية، تكون له السيادة. الشعب الجزائري خرج في انتفاضة 5 أكتوبر 88 من أجل استعادة الحرية بعد عقود من الحزب الواحد والرأي الواحد، وكذلك خرج في 22 فبراير 2019 من أجل استعادة الحرية بعد الفساد المستشري، بعد القمع، بعد نهبت البلاد كما كان في ذلك الوقت، يعني كميت البلاد يسرقين. يعني هذه الثورة كانت من أجل التغيير الشامل، يعني لأنه تبعها فيما بعد شعار يتنحوا قاع يعني جميع الذين كانوا في المنظومة الفاسدة تاع بوتفليقة. يعني لا يمكن أن يعني يتصدروا المشهد مرة أخرى كما رأينا في الأسبوع هذا الإتيان في مجلس الأمة بوجوه كانت مع بوتفليقة وكان قبل بوتفليقة. فنعود إلى الموضوع الذي تفضلت به الأستاذ عثمان، يعني إطلاق سراح مسجون سجن ظلما وعدوانا لأنه عبر عن رأيه أو لأنه مارس المعارضة كما في الدول الحرة في بريطانيا، يعني هناك يأتي الحزب العمال ثم حزب المحافظين وهذا ينتقد هذا، وهناك حكومة الظل التي تقوم يعني بالمراقبة والمحاسبة والصحافة حرة وما إلى ذلك. هذا هو الشيء الطبيعي، وليس سجن الناس من أجل إبدائهم الآراء المخالفة يعني التي هي في صالح الوطن.